اهلا وسهلا بكم في قناة انا تكنولوجي. النهاردة هنتكلم عن تطبيق اسمه كين ماستر. ايه التطبيق ده؟ التطبيق ده خاص بالفيديوهات، يعني انا ممكن اعمل فيديوهات احترافية من خلال الموبايل، يعني مثلا او فيديوهات بسيطة. يعني مثلا انا عايز اعمل انترو للقناة بتاعتي او الشانل بتاعتي على اليوتيوب، فمثلا هعمل فيديو زي كده، فيديو بسيط جدا. انا تكنولوجي، مثلا هنقول لكم الطريقة ازاي بكل سهولة. اول حاجة بنثبت برنامج اسمه كين ماستر، تمام؟ كله عينه بيخش على جوجل بلاي ونكتب الاسم اللي ظهر قصادنا، كين ماستر. بعد ما بننزله بيكون بالشكل ده. اول حاجه بضغط على علامه الزائد دي او البلس، بعد كده بختار اي رقم، اي حجم من الاحجام دي، وليكن مثلا اخترت الحجم ده، تمام. هنا بيقول لك الميديا او الفيديو اللي انت عاوز ترفعه مثلا على البرنامج او التطبيق. فانا مثلا اخترت فيديو من الفيديوهات دي، تمام. دلوقتي ده بيكون شكل الفيديو. لو انا دوست كلمه لو انا دوست كده على كلمه بلاي، تمام. لو انا دوست على بلاي كده هيشغل الفيديو ده، الشكل الطبيعي بتاع الفيديو. لو انا دلوقتي عايز اكتب القناه بتاعتي اكتبها ازاي؟ تمام، انا عايز اكتب القناه بتاعتي، فكل اللي عليا بكل بساطه، تمام، هضغط على كلمه بلاي، تمام، واختار. في اكتر من شكل طبعا، في ميديا، في اكتر من شكل عندنا، تمام. اول ما اضغط على اللاير في ميديا، وفي افكت، في اوفر، في تكست، في هاند رايتنج. انا مثلا على سبيل المثال لو انت عندك صور تختار ميديا، لو عندك مثلا صور او صوره تحطها مكان اللون الابيض ده، او لو ما عندكش صوره هتكتب تكست. انا على سبيل المثال هكتب تكست مثلا، تمام، وليكن مثلا هكتب اسم قناتي انا تكنولوجي، تمام. هنزل تحت هكتب بالانجلش انا تكنولوجي، تمام، واضغط اوكي، تمام. هي الكلام يظهر بالشكل ده. تاني حاجة عندنا او بعد كده ان انا عايز اعدل مثلا على الخط ده، فكل اللي عليها هضغط على الانيميشن كده، تمام. شكل الخط مثلا او الانيميشن على الخط، هو فيد مثلا، هو بيظهر بيختفي. في اشكال كتيرة جدا للخط، اهو بصوا ممكن اعمله باكتر من شكل. ده الانيميشن على الحركه الخاصه بالخط يعني، تمام. طبعا انت بتعمله بالشكل اللي يعجبك، تمام، يعني ممكن اي شكل من الاشكال دي، تمام. وليكن مثلا ان الشكل ده بالنسبه لي كويس جدا، تمام، فاضغط صح. بعد كده باجي عند التكست مره تاني، اوفر انيميشن، نجرب مثلا. بيقول لك هيظهر بانهي شكل، وليكن مثلا احنا ممكن نجرب الشكل ده. في برضو الشكل ده، في اشكال كتيرة جدا ممكن انتوا تجربوا الشكل اللي يعجبكم، تمام. يعني انت بتجرب طبعا الشكل اللي يعجبك وبعد كده بتختاره، تمام. كل واحد طبعا بيختار الشكل اللي يعجبه. انا بالنسبة لي في حاجة زي كده انا شايف وجهة نظري انها نان افضل، تمام، بالنسبة للفيديو اللي انا الشرح اللي انا بعمله او الفيديو اللي انا بعمله حاليا دلوقتي. لوتو هنا بيقول لي هنا الشكل هيكون ازاي برضو، تمام. في اشكال كتيره جدا، تمام، انا خلت نان. وهنا بيقول لك مثلا لو عايزه بعد كام ثانيه، يعني هنا لو لاحظت هنا بيقول لك بعد 5 ثواني، بعد يعني 5 وبضع من الثانيه، او واحد او 1.5، تمام. بعد كده هنا بيقول لك الالفا، الاباست بتاعت الالفا، تمام، الاباست بتاعت الخط الكتابه يعني، تمام. نزلنا هنا صح. بعد كده ايه تاني؟ بعد كده الاباسيتي بتاعت الكتابة، بعد كده الروت ان انا عايز احرك شكل الخط، ان انا ممكن احركه بشكل مختلف. يعني مثلا ممكن الخط اتحكم فيه، بس انا شايف ان الخط اصلا كده المستوى بتاعه كويس جدا، يعني شايف ان الخط بتاعه مستواه كويس جدا، فمش هتحكم فيه دلوقتي تاني. هتحكم في حاجات تانية غير الحركة بتاعت الخط او الروتيشن بتاع الخط. الروتيشن معناها ان انا اغير اتجاه الخط يعني، تمام. بلاندنج هنا بقى الباست هنا بتاعت الخط، هنا خليها باست كويس، الباست اللي هي اللون الطبيعي ده بتاعها. طبعا هنا النان افضل، تمام. بعد كده غير البلاندنج هنا التكست اوبشن، هنا التكست اوبشن انا هخليها في النص، بالنسبه لي في النص افضل يعني، تمام. بعد كده الاوت لاين. طيب دلوقتي في حاجه احنا خدناش بالنا منها، انت بتيجي تضغط على هنا، تمام، بيقول لك هنا لو انت عايز تكبر الحجم الخط، تمام، وهنا اللاين عايز المسافة ما بين الخط أو مسافة ما بين السطور، تمام. بعد كده تمام في حاجات تانية،
في مثلا ايه هنا التكست عايز اشوف حجم الخط او شكل الخط يعني، عفوا انا مثلا هختار خط مثلا زي كده مثلا، وهضغط اوكي تمام. انا تكنولوجي بالشكل ده تمام. في عندنا الباك جراوند، في عندنا الاوت لاين. الاوت لاين لو ممكن نعملها انيبل تمام. الاوت لاين ممكن نعملها انيبل هنا تكون بالشكل ده، والواي حاجة تمام. بعد كده دوست صح، وبعد كده برضه لسه في تعديلات تانية بنعملها. في قلنا الشادو ممكن اخليها شادو تمام، اهو الشادو كده. بص شكل كلمة تكنولوجي في شكلها احترافي جدا، شكل كويس جدا تمام. هدوس صح. بعد كده جيت الشادو، في مثلا الجلو هنا، بس هنا الجلو لا الجلو هيبقى شكلها مش حلو يعني، شكلها مش لطيف. هنا السداء بدأ شكلها جامد، هنا شكلها حلو قوي. لها كده مثلا انا تكنولوجي تمام. طبعا ما تحكمش على حاجة الا لما تجربها يعني. انا كان وجهة نظري انها كنت مجربها قبل كده بس ما كانتش عجباني، بس الصراحة هنا دلوقتي شكلها جميل جدا. بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا الانفورميشن معلومات، لا ده عادي حاجة عادية. بعد كده هنا الكتابة، هنا الكتابة اخترناها الكتابة طبعا تمام. هندوس صح. دلوقتي بقى ممكن نجرب نشغل الفيديو نشوف الفيديو شكله ازاي. هنشوف كام تكنولوجيا شكلها ازاي ونشوفه مرة تاني. ده شكل الفيديو اللي احنا خرجناه في الآخر تمام، ده بالشكل ده تمام. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة بتاعتنا وشير عشان غيرك يستفاد. ولو في أي تعليق أو في أي حاجة عاوز تقولها أو أي اقتراح لفيديوهات تانية يا ريت تكتب لنا تعليق أسفل الفيديو، وإن شاء الله نعمل فيديوهات عن برنامج كين ماستر بشكل احترافي أكتر تمام. يا ريت تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا وشير عشان غيرك يستفاد. شكرا جزيلا.